الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أحبتي الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم في هذا المقطع القصير والمكثف والمفيد إن شاء الله لكم جميعا بالاقتصاد القياسي، برمج الخطية، بالاقتصاد الرياضي وبإدارة الأعمال، ما يسمى المسار الحرجي لتنفيذ مراحل المشروع. هنا الآن Critical Path of Project Scheduling. في كثير من المشاريع البنائية، مشاريع الصناعة وما شابه، لها مسارات حرجة تأخذ وقتا، تعتمد على مراحل متعددة ومتتالية. فهذا الموضوع مهم جدا لكم أحبتي، وعلى بركة الله نبدأ. أقدم في هذا المقطع كما ذكرت ما يسمى المسار الحرجي Critical Path لتنفيذ مشروع ما. لنفترض بأنه مشروع سكني من عدة بنايات، وعادة ما يسير مشروع كهذا بخطوات ومراحل متعددة ومتتالية. دعنا نعرف المتغيرات الآتية ابتداء، وأرجو أن تتذكروا كل مصطلح لأنه مهم جدا في الخطوات الرياضياتية اللاحقة. نعرف أقرب وقت للبدء بالمرحلة Early Start، يعني كمتغير، هذا Early Start هو تعريفه، أقرب وقت للبدء بالمرحلة. EF أقرب وقت لانتهاء المرحلة Early Finish، هنا Early Start اللي هو أقرب وقت للبدء بمرحلة معينة، وهنا أقرب وقت لانتهاء المرحلة Early Finish. ثانيا الآن أو ثالثا أبعد وقت للبدء بالمرحلة Latest Start يعني أبعد وقت لبدء مرحلة معينة، وهنا أبعد وقت لانتهاء المرحلة Latest Finish، والزمن المطلوب هو T. لدينا الآن البيانات الآتية عن مشروع هذا اللي ذكرناه، مشروع سكني من عدة بنايات. المرحلة A هذه في الجدول طبعا، هنا البحث اللي هي وصف المرحلة، البحث عن واختيار قطعة الأرض المناسبة، ليس لها متطلب سابق، لأن نبحث ستستغرق وقتا مقداره 14 أسبوعا، زمن متوقع لنفترض أنه كان دقيق ومحدد 14 أسبوعا. المرحلة بشراء وتسجيل بعد أن وجد يعني أصحاب المشروع الأرض المناسبة، الآن تفاوضوا مع صاحبها، الآن شراء، عملية شراء وتسجيل ملكية قطعة الأرض هذه. المرحلة ب ستستغرق 18 أسبوعا، ربما لتأمين التمويل اللازم، ربما للقيام بإجراءات قانونية معينة، أخذ التراخيص، دفع الرسوم وما شابه. الآن المرحلة C تجريف سطح الأرض والقيام بالحفريات اللازمة، يسبقها المهم المطلوب السابق، هذه A لا يسبقها أي شيء، B لا يسبقها أي شيء. الآن A أو C عفوا يسبقها A، وتستغرق هذه المرحلة C لوحدها تستغرق 24 أسبوعا عفوا. هنا D تجهيز الأساسات والشبكات الحديدية، المتطلبات السابقة للمرحلة دي، المرحلة A و B، وتستغرق الآن D لوحدها تستغرق 16 أسبوعا. الآن المرحلة E وضع الإسمنت في الأساسات وإقامة الأعمدة اللي هي هذه قبلها، اللي هي يعني قبل E هذه دي، وضع الأساسات. الآن تجهيز الأساسات في الشبكات الحديدية D يسبقها A و B، لكن تستغرق 16 أسبوعا. أما المرحلة E وضع الإسمنت في الأساسات وإقامة الأعمدة يسبقها المرحلة D، لكن E لوحدها تستغرق 18 أسبوعا. قبل الأخيرة الآن F وضع السقف الأول والصف الثاني من الأعمدة، الآن يسبقها المراحل C و E، لكن F لوحدها تستغرق 12 أسبوعا. وأخيرا المرحلة G اللمسات النهائية تسبقها المرحلة E، لكن G لوحدها تستغرق 10 أسابيع. لاحظوا لي إذن يعني كل مرحلة تعتمد على الأخرى، لكن A و B ليس لهناك متطلبات سابقة، لكن C تعتمد على A، D تعتمد على A و B، E يعتمد على D، المرحلة F تعتمد على C و E، و G الآن تعتمد على E. أسميتها بعد قليل، سميتها باللغة العربية بعد إذنكم، لأنه هذه القناة أصلا مخصصة للغة العربية، وعلى بركة الله نبدأ إن شاء الله. والآن بناء على المعلومات المبينة في الجدول، أنه يمكن وضع التصور الآتي. هلا لاحظوا لي إني غيرتها الآن A ألف با جيم دال ها واو زين، وهنا الآن كما ذكرتها الوصف لكل مرحلة، ليس هناك متطلب سابق للمرحلة A
وليس هناك متطلب سائق مرحلة بي. المرحلة A تستغرق 14 أسبوعاً، المرحلة B تستغرق أو تحتاج إلى 18 أسبوعاً، جيم تحتاج إلى 24 أسبوعاً، لكن بيسبقها A اللي هي ب 14 أسبوع، ودال وهكذا حتى ننتهي منها. الآن يمكن لنا أن نضع تصور رسمي هيك، أو رسم تصور إحنا بدء المشروع هنا، هذه المرحلة A هنا وهنا B، ثم ننطلق إلى جيم. الآن جيم لاحظوا لي يعتمد فقط على A، إذن الشبك الآن بين A و B، ثم عفوا A و جيم، ثم دال الآن تعتمد على باء باء وألف وألف وباء، فهذه ألف ثم باء، لاحظوا لي من الجدول أخذها يعني ألف لوحدها هذه وباء لوحدها، لكن جيم تعتمد على ألف، إذن شبكنا ألف مع جيم، ثم الآن دال تعتمد على ألف وباء، شبكنا ألف وباء مع دال. الآن ها تعتمد على دال، إذن هذه ها شبكنا دال مع ها، واو يعتمد على جيم وها، هذه الآن جيم وهذه ها يعتمد على هاتين المرحلتين، وأخيرا زين تعتمد على ها، بكون بالحالة هالمشروع قد انتهى اللي هي نهاية المشروع. كيف يمكن لنا الآن حساب الوقت اللازم كلها، وإذا كان في هناك تباطؤ بعمليات التنفيذ المراحل التي نسميها المسار الحرج؟ نكمل على بركة الله. بدء المشروع كما ذكرنا هنا، هذه المراحل ألف باء جيم دال ها واو زين، هذه الآن المتطلبات السابقة لكل مرحلة، ألف ليس لها متطلب سابق، باء ليس لها متطلب سابق، جيم لها متطلب سابق اللي هو إيه، دال تحتاج إلى ألف وباء أن تكون منفذة حتى ننفذ دال، ها تحتاج إلى دال قبلها، واو يحتاج إلى جيم وها، وأخيرا زين يحتاج إلى ها. هنا الآن الأوقات 14 أسبوع لألف، 18 أسبوع لباء، 24 أسبوع لجيم لوحدها، دال تحتاج إلى 16 أسبوعا لوحدها، ها تحتاج إلى 18 أسبوعا لوحدها، واو يحتاج إلى المرحلة واو تحتاج إلى 12 أسبوعا لوحدها، وأخيرا زين تحتاج إلى 10 أسابيع. هنا الآن نبدأ بالتعريفات هذه، هذا الآن المرحلة ميم المرحلة وهذا الزمن المطلوب، وهون التعريف early start يعني البدء المبكر، late start البدء المتأخر، early finish التنفيذ والانتهاء المبكر، وlate finished اللي هو الانتهاء المتأخر. فهنا تعريف بسيط، أقرب وقت لانتهاء أي مرحلة تساوي أقرب وقت للبدء بالمرحلة زائد الزمن اللي هو هنا بنحطه، وضعنا الأزمان كلها هنا 14 أسبوع لألف، 18 لباء وهكذا. فالآن نبدأ ببدء المشروع من هنا، ينبق الآن A و B إذا تتذكروا ليس لها متطلبات سابقة، هنا الآن عندي A تستغرق 14 أسبوعا، هنا 14 اللي هو التايم T هذه اللي هي 14 أسبوع، B الآن تستغرق كما ذكرنا من الجدول هنا 18 أسبوع هذا B، وهنا 18 أسبوع. لاحظوا لي الآن G تعتمد على ألف، إذن الآن سينبثق الآن خط من هنا، سهم من ألف إلى G، وهذه G تحتاج لوحدها 24 أسبوعا، التايم تبعها T هنا، لاحظوا لي هنا 14 أسبوع لباء 18 أسبوع، جيم لوحدها 24 أسبوع. نأتي إلى دال، دال مرتبطة بألف وباء، إذن ينبثق الآن سهم من هنا وسهم من هنا نحو دال، هذه دال التي تحتاج إلى 16 أسبوعا، وذلك نضع هنا 16 أسبوعا. ثم نذهب إلى ها بعدها التي تعتمد الآن على دال، فلاحظوا لي كيف التتابع الآن، إذن هذه ها تعتمد على دال، وبالتالي هذه ها وثمانية عشر أسبوعا هنا، وواو الآن تعتمد على جيم وها، إذن جيم ثم ها، والآن واو هذه تحتاج إلى 12 أسبوع هنا، وأخيرا زين تعتمد على ها من هذا السهم من هنا، هذه زين نضع هنا زين ونضع 10 أسابيع هنا، وبالتالي الآن المشروع بكون يعني نهاية المشروع هنا. هذه الأوقات أو الأزمان والأسابيع التي رصدناها. الآن ما هو المسار الحرج، يعني كم ستستغرق الآن، لاحظوا لي أنه ما وضعناه فقط لكل مرحلة، الآن هذه ألف تحتاج إلى 14 أسبوعا، باء
تحتاج إلى 18 أسبوعاً، جيم لوحدها تحتاج إلى 24 أسبوعاً، لكنها تعتمد على ماذا؟ على ألف. إذن هذا يجب أن ينفذ ألف ثم نبدأ بال 24 أسبوع وهكذا. فالآن يسمى المسار الأمامي. المسار الأمامي نبدأ بألف. إحنا الآن ألف ليس لها أي متطلب سابق، وبالتالي الآن صفر المتطلب السابق، وبالتالي نجمع 14 مع صفر يساوي الآن 14. باء هنا الآن لاحظوا لي أنه ليس لها متطلب سابق هنا، لاحظوا لي وشحطة هون شحطة هنا، أوكي. فصفر بالنسبة للمتطلبات السابقة، وبالتالي 18 زائد صفر يساوي الآن 18. هنا نأتي على جيم، جيم متطلب سابق لها ألف، هنا ألف، وبالتالي الآن الوقت الذي يحتاجه أو تحتاج المرحلة ألف يدخل في الوقت الذي تحتاجه جيم. جيم 24 أسبوع لوحدها، لكن قبل أن نبدأ بهذه الـ 24 أسبوع يجب أن يكون قد مضى 14 أسبوعا حتى ننفذ ألف. وبالتالي الآن هنا عندما نتحدث عن جيم، هنا في 14 أسبوع سابقة، وبالتالي إذا جمعناهم بيكون بالحالة هاي الـ Early Finish 38 أسبوع، لأنه نتحدث عنه من الجدول هنا Early Start اللي هو أبكر فترة للبدء، وهنا أبعد فترة للبدء، هنا أبكر فترة للانتهاء من المرحلة، وهنا أبعد فترة، وبالتالي هنا هذه أبعد فترة للانتهاء من المرحلة ألف، هذه أبعد فترة اللي هي Early Finish، هذا عفوا أقرب فترة اللي هي Early Finish، أقرب فترة لانتهاء المرحلة ألف، أقرب فترة لانتهاء المرحلة ب. الآن أقرب فترة لانتهاء المرحلة جيم هي 14 زائد 24 يساوي 38. نأتي على دال الآن. دال تعتمد على ماذا؟ لاحظوا لي على ألف وباء، وبالتالي هنا الآن تحتاج إلى 14 أسبوع وهنا إلى 18 أسبوع، وبالتالي نأخذ القيمة العظمى من هنا. إذن هنا نضع 18 نجمع الاثنين، وبالتالي هنا أقرب فترة للانتهاء اللي هو 18 زائد 16 يساوي 34. نأتي إلى الآن ها، هذه ها، ها متطلب سابق دال، فدال لأنه 34 الآن، هذا 34 نجمعهم مع بعضهم البعض بيكون الـ Early Finish اللي هو أقرب فترة للانتهاء منها الـ 52 أسبوع. نأتي الآن إلى واو. واو تعتمد على ها، ها أكبر قيمة إلها 52 هنا، وبالتالي بنجمع هذا الرقمين بطلع عندي 64. وزين آخر شيء الآن، هذه زين، بنأخذ 52 أقل إشي في واو لأنها تعتمد على ها، ها هنا عفوا من هنا أعظم يعني أبعد وقت لهنا 52، وبنأخذ القيمة العظمى فنضعها الآن هنا، وبالتالي أقرب وقت للانتهاء من زين يساوي 62 أسبوع، وبالتالي نهاية المشروع نأخذ أعظم رقم من هذين الرقمين، إما 62 أو 64، بما أنه 64 هو الرقم الأعظم، وبالتالي بيكون أعظم رقم 64 أسبوع. هذا نسميه المسار الأمامي للمشروع. الآن السؤال، ما هو المسار الخلفي اللي هو late start و late finish؟ يعني إذا الآن بدأنا متأخرين وانتهينا متأخرين، هذا الآن هو حديثنا اللاحق هنا، بس أرجو الاستيعاب لكل هذه المعلومات هنا. ننتقل إلى الشريحة الثانية الآن، هذه الشريحة الثانية بعد أن وضعنا كل الأرقام هنا، وبالتالي الآن سأبدأ بالمسار الخلفي. بما أنه 64 اللي هو الوقت اللازم لانتهاء المشروع، وبالتالي الآن واو يأخذ 64 وزين تأخذ 64، إذن هنا 64 كأعظم فترة يعني مطلوبة الانتهاء من واو، من هنا زين، وبالتالي هنا الآن 64 كذلك الأمر. إذن الآن هذا الليت ستارت اللي هو هذا الوقت، نحتاج إلى حساب هذه الخانة هنا، هذه الخانة، الفرق بين التي هذه والليت فينشت هذه، وبالتالي الآن هذا الفرق بيناتهم 54، هذا اللي هو أبعد وقت للبدء المشروع. ثم هنا الآن 64 ناقص 12 يساوي 52، أبعد وقت للبدء بالمشروع واو اللي هو 52 اللي هي واو كمرحلة. ثم ننتقل الآن من 52 أخذنا المينيمم اللي هو الحد الأدنى إلى هنا، الفرق بيناتهم هنا على ها يساوي 34. ثم الآن هاي الـ 34 لأنها الحد الأدنى تذهب في دال، لأن لاحظوا لي كل واحدة أبعد يعني تتتابع مع الثاني الآن،
هنا 34، الفرق بيناتهم يساوي بالحالة هاي 18 الحد الأدنى. هنا هنا 52 من هنا، عفوا 52 من هنا، عفوا ها لاحظوا لي أرجع لها، هنا 52 اللي هو الحد الأدنى من واو، لأنه بعديها جيم رأسا بالتتابع إلى الخلف، وبالتالي 52 الفرق بيناتهم بكون 28. هذه الآن ما هو أقل إشي هنا بين 18 28، نضع هنا الآن اللي هو أقل إشي 18، الفرق بيناتهم بالنسبة لألف يساوي 4، وأخيرا بالنسبة 18 اللي هي الحد الأدنى بكون 18، إذا الفرق بيناتهم 0. بنكون بذلك قد انتهينا الآن من المسار اللي هو المسار الخلفي، يعني بدأنا بالمسار الأمامي إلى المسار الخلفي. السؤال وآخر شريحة الآن هو ما هو البطء، يعني البطء بتنفيذ المشروع نسميه سلاك، يعني ما هي الآن ما هو الوقت أو ما هو عدد الأسابيع التي يتباطأ فيها المشروع. هكذا الآن نحسبها كما يلي. الآن هذا التباطؤ في التنفيذ والانتهاء نسميه سلاك، يساوي أبعد وقت للبدء مطروح منه أقرب وقت للمبدا، يعني early start مطروح منه late start، أو عفوا late start مطروح منه early start، أو late finish مطروح منه early finish، هنا يساوي أبعد وقت الانتهاء ناقص أقرب وقت الانتهاء. فلاحظوا لي هنا الآن نبدأ بألف، هنا الآن الفرق بين 4 ناقص 0 أو 18 ناقص 4 يساوي 4، الجواب نفسه هنا. هنا الآن 0 ناقص 0 أو 18 ناقص 0 يساوي 0، هنا الآن 28 ناقص 14 أو 52 ناقص 38 بعطيني 14 أسبوع، يعني هنا في عندي سلاك تباطؤ في تنفيذ هذا 4 أسابيع، هنا 14 أسبوع، هنا 0 أسبوع، لاحظوا لي هنا الآن 0 أسبوع، هنا 0 أسبوع، هنا الآن 0 أسبوع، وأخيرا أسبوعين في تنفيذ المشروع بكون المشروع قد انتهى. أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع، راجيا أن أكون قدمت لكم الفائدة، وإن شاء الله في مقاطع أخرى سنعطي مثالا عمليا أكثر بأرقام تكون قليل شوية حتى يكون الموضوع مفهوم للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.